هنعيش الفصول الاربعه في يوم واحد، تفاصيل كتيره جدا جدا في حاله الطقس النهارده ما بين الحر وصولا للتراب وكمان المطر. اهلا بكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان وخدمه اخباريه جديده ومتابعه مستمره لحاله الطقس. يمكن في بدايه الاسبوع الحالي كان الجو ربيع والجو ممتاز جدا جدا لحوالي نص الاسبوع الاولاني، بعد كده حذرنا ان هيكون في موجه حاره بدات بالفعل، والمفروض ان النهارده ذروه هذه الموجه الحاره والحراره بتوصل في القاهره ل 33 وهتوصل كمان في جنوب الصعيد الى 40 درجه مئويه، اكيد جو شديد الحراره، لكن الانشطه الجويه بتفاجئنا ان في النهارده احساس او هنشوف ظواهر جويه مختلفه وكاننا بنعيش الفصول الاربعه. زي ما قلنا من شويه الحراره 33 في القاهره وبتوصل كمان ل 40 في جنوب الصعيد، يعني جو حار جدا جدا، يعني كده بطعم الصيف او بيحسسنا بايام الصيف، لكن في نفس الوقت متوقع يكون في رياح مثيره للرمال والاتربه على قطاعات كبيره جدا جدا من جمهوريه مصر العربيه وكمان موجوده على القاهره هذه الرياح المثيره للرمال والاتربه. مش بس كده، ده كمان في امطار يمكن بدات في السواحل الشماليه في الوقت اللي بنكلمكم فيه دلوقتي وهتقترب من القاهره خلال الساعات اللي جايه، اكيد عايزين نعرف تفاصيل كتيره، ايه ابرز الظواهر اللي هتحصل النهارده؟ ايه اللي هيحصل مستنينا خلال الساعات اللي جايه؟ يا ترى بكره الجو هيكون عامل ازاي؟ كل هذه التفاصيل والمعلومات هنعرفها من دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. اهلا بيك دكتور منار. اهلا بيك دكتور عثمان واهلا بكل متابعي تلفزيون الوطن. يعني خلينا في البدايه نتكلم عن ابرز ظواهر الجو النهارده وحاله غريبه جدا جدا ما بين صيف على شتاء على برد على تراب على حر، ايه اللي بيحصل النهارده؟ بالفعل دكتور زي ما حضرتك قلت في الاول يمكن احنا هنشوف ظواهر جويه مختلفه تخلينا نقول ان اربع فصول موجودين، لان احنا اليوم هيكون ذروه ارتفاع درجات الحراره بالامس العظمى على القاهره الكبرى كانت 31 درجه مئويه، اليوم متوقع ان هي تكون 33 درجه مئويه، لان احنا بنتاثر بكتل هوائيه قادمه من الصحراء الغربيه مع منخفض جوي موجود على الصحراء الغربيه. الكتل دي مرتفعه بشكل كبير في درجات حرارتها، فبالتالي هي اللي هتؤدي لارتفاع درجات الحراره. يمكن كمان المناطق اللي موجوده في جنوب الصعيد العظمى هتوصل عليها ل 40 درجه مئويه خلال فتره النهار، فعشان كده احنا فترات النهار وتحديدا مع فترة الظهيرة هنحس بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى محافظات الوجه البحري، أجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد، أجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد، ويمكن وجود السحب المنخفضة والمتوسطة اللي موجودة الآن في أغلب المناطق اللي موجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى دي مش هتساعد إن الحرارة تتجاوز ال 33 درجة مئوية لأنها تحجب جزء من أشعة الشمس، لكن هي صعب الكتير وهتبدا الشمس تطلع بشكل كبير وهتبدا تؤدي لارتفاع درجات الحراره. كمان اليوم متوقع مع فترات المساء وغياب اشعه الشمس تبدا كتل الهوائيه الشماليه تاثر علينا، فهيكون في انخفاض في درجات الحراره فترات الليل، فرق بين فتره الليل وفتره النهار يتجاوز ال 10 الى ال 12 درجه مئويه في بعض المحافظات، اجواء فتره الليل وخاصه في ساعات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر هتكون اجواء مائله للبروده على المناطق الشماليه معتدله على المناطق الجنوبيه. بالإضافة كمان إن اليوم هيكون في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة، نشاط الرياح ده إحنا بنقول الكتل من مناطق صحراوية، فبالتالي هيؤدي لإثارة الرمال والأتربة، فهيكون في أتربة ورمال مثارة على الأماكن المكشوفة في القاهرة الكبرى، محافظات شمال الصعيد، الصحراء الغربية، شمال محافظة البحر الأحمر، والأتربة والرمال المثارة وارد جدا تؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. يعني احنا نتكلم في حر وبعد كده تراب، كمان المفاجأة ان متوقع سقوط أمطار النهارده. بالفعل العنصر الثالث اللي معانا كمان هو سقوط الامطار، لان احنا متوقع مع تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه اللي احنا اللي موجوده معانا واللي هتستمر معانا على مدار اليوم وخاصه في المناطق اللي موجوده في شمال البلاد سواحلنا الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري، يمكن بدات الامطار بالفعل على مطروح والاسكندريه وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، اليوم متوقعين ان الامطار تكون امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه على سواحلنا الشماليه الغربيه شمال الوجه البحري يعني مطروح والاسكندريه البحيره كفر الشيخ الدقهليه، بالاضافه كمان ان مع فترات المساء ويمكن تمتد قبل فتره المساء كمان لمناطق من القاهره الكبرى مدن القناه بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، لكن امطار المناطق الداخليه هي فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه يمكن لاحظها في اماكن والاماكن الاخرى لا مع وجود السحب المتقطعه في الجو. فبصفه عامه هنلاحظ كل الظواهر
الظواهر الموجودة معانا اليوم، مهم جدا ناخد بالنا من الظواهر والتقلبات الجوية اللي دايما بنعيشها في فصل الربيع. يعني اخيرا برضه عايزين نعرف بكره هيكون الجو عامل ازاي، هي استمر الحاله بتاعت عدم استقرار النهارده ولا بكره هيكون الجو مختلف تماما عن اللي شفناه النهارده وهنشوفه النهارده؟ لا هو الجو ان شاء الله بكره هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحراره، احنا بنقول 33 النهارده، بكره ان شاء الله متوقع تكون 29 درجه مئويه، ففتره النهار هتبقى يعني الاجواء فيها مائله للحراره احسن بكتير من النهارده ان شاء الله، مش هيكون في اتربه ورمال مصاره، فقط نشاط الرياح اللي هيكون موجود هيخلينا نحس بالاجواء الربيعيه وانخفاض درجات الحراره، فرص الامطار هتكون خفيفه وتنحصر فقط في المناطق الشماليه سواحلنا الشماليه وشمال الوجه البحري، وده هيكمل معانا يوم السبت ان شاء الله، لكن بعد يوم السبت تبدا تاني درجات الحراره تتجه نحو الارتفاع. اكيد معلومات في غايه الاهميه، وان احنا نعيش الفصول الاربعه في يوم واحد. بنشكر الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، والشكر موصول لكل متابعي تلفزيون الوطن، وانتظرونا في خدمات اخباريه جديده خلال الساعات اللي جايه. شكرا جزيلا لكم.